السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم راح أتعلم شلون أسوي ال 3D Touch. 3D Touch يعني ميزة حلوة، لكن طبعا مو موجودة بكل الأجهزة الحين في أبل ما عدا الآيفون 6S وفما فوق. ومشكلة الميزة هذه إنه تشتغل بس على الآي أو إس 9، حلو؟ يعني برنامج إذا يدعم الآي أو إس 8 لازم تسوي إنه تقول له فقط للآي أو إس 9. طبعا عشان الدرس هذا اليوم سويت طبعا ايكون حلو حق البروفايل، اساسا نحطها من تضغط على الابليكيشن. انا عندي ابليكيشن اساسا جاهز، فبس راح نسوي له امبلمنت حق ميزه ال 3D تاتش. فعشان نسوي له امبلمنت حق ال 3D تاتش راح نحتاج التالي، نقول له اف let خلينا نقول الحين نسمي اي اسم حلو equal application dot shortcut items where حلو sh dot is empty. طبعا تكون سبيل كلها صح لان هني ما راح يساعدكم. الحين بالنسبة اللي مسوين اي او اس 8 application راح يقول له حط هذه فقط الميزة للاي او اس 9، حلو، في حال انه كان التليفون اي او اس 8 راح يتجاهل المميزة هذه. الحين راح نقول له let's say new item okay equal UI mutable application shortcut item. حلو، عندنا نوعين، الأول والثاني. النوع الأول حيل بسيط، بس تسوي set حق التايب نوعه وتسوي حق اسمه. حلو، اما بالنسبه للثاني راح تقدر تسوي اسم النوع ماله واسمه، تقدر تحط سب تايتل اسم يعني فرعي او اصغر من التايتل الرئيسي، وايكون ايا كان الايكون تبيها كاستم او تستخدم الايكون الموجوده بالسيستم اساسا. التايب مثلا راح اسمي بروفايل، حلو، لوكلايز سترينج راح اسمي بروفايل، سبتايتل راح نقول check me out، الايكون راح تقول له UI application shortcut icon، تقول له سوري turn on small letter template image name. طبعا هذا ممكن كلها تكتبها انت لان السيستم ما يعرفها. من يتحط اسم الصورة، انا صورة اساسا جبتهم للصور عندي باسم br، حلو، نعرفهم قبل شوي. نكتب br user information is null، حلو، ونقول له sorry application dot shortcut items equal shortcut items نوعها array، فنطلع نستخدم احنا نعامله كأن array عادي حيل نضيفه على array هذا. طبعا اذا نبي نضيف بعد اشياء ثانية نكرر العملية هذه كو based او for، يعني it's up to you. الحين لو نسوي رن حق الابليكيشن، اوكي راح اسوي رن على التليفون، اوكي هذا الابليكيشن. طبعا ما احتاج انه ندش من داخل، راح اطلع منه، اوكي الابليكيشن هذا حلو. لو نضغط 3 تاتش جو كبروفايل تشيك مي اوت، طبعا الحين لو ندش ما في اي اكشن، بس راح اشغل الابليكيشن. عشان ما اطلع عليكم راح اسوي انه يكتب لنا تحت الاوتبوت، حلو، وانتم كيفكم بعد تبون تحولون الروت، تبون يفتح صفحه، تبون يسوي اكشن، يعني اتس اب تو يو، مثلا تبون يرد على الشات، يعني كله واحد. راح نقول عشان نسوي الاكشن نقول له بريفورم اكشن فور شورت كات ايتم، حلو. الحين راح قلنا انه في حال ضغطنا الشورت كات شنو نوع الشورت كات، وعلى اساس اني راح اميز راح اقول له اف ستيتمنت، حلو، اتس بروفايل اف شورت كات ايتم دوت تايب، حلو، ايكوال ايكوال بروفايل، اذا فهو اختار البروفايل، حلو. مثلا راح نقول له برنت، راح نسوي تكست يعني عشان ما اسوي سالفه، go to profile. مثلا خلينا نقول ان عندي زر ثاني، طبعا هني المشكله انه لازم نحط له تمييز، ان نقول له حق الاي او اس 9 فقط.
نبي نضيف مثلا زر ثاني، خلينا نقول مثلا سوري نيو ايتم 2 مثلا، نقول هذا ما احتاجه، من نقول له نيو ايتم 2 حلو. هني نسميه مثلا anything، خلينا نقول كاميرا مثلا، أو يعني مثلا خلينا نقول الكاميرا. انزين سكان كيو ار كود حلو. خلي هذا فاضي. من ناحية الامج نقدر نروح هني، في عندنا ايمج اساسيه اساسا بالابلكيشنز اللي هما ديت مسج ميل، خلينا نشوف في كاميرا بلاي كاميرا هير دو كاميرا ما في كابتشر فيديو كابتشر فوتو. اوكي نروح لاب ديليجيت تابلت دوت سوري شمشي نمبر كابت ايكون اوكي تايب هني دوت هلو دوت كابتشر فوتو. اوكي بعد هذه التشيك لازم يكون اي او اس 9.1 حلو. الحين نجرب نقدر نسوي هنا، لازم طبعا نقول له else if اساس ان else ممكن يكون يوصل لشيء معلومه ثانيه، اساس ما يشغل برنامج على شيء احنا ما نحتاجه او ما عندنا اكشن حقه اساسا. dot type equal camera حلو. طبعا افضل يفضل انك تسوي كوبي التايب وتحطه بيست اساس شنو اذا عندك spelling mistake ما قد حلو المشكله راح تصير عندك. انزين يعني طبعا سكر البراكت نقول له برنت اوبن كاميرا. انزين الحين راح اسوي ران راح نجرب واحده واحده. هني عندنا راح يطلع هني اوبن كاميرا اوبن هذه. الحين الابلكيشن راح اسوي ران راح اوريكم. راح هذا بروفايل تشيك اوت، خلنا نسوي الشي هذي نجربها. So go to profile but where's يمكن تلفوني ما في iOS 9 اساسا 0.1. خلنا نشوف شي اسمه مثلا شي اي ايكون، كان في انواع وايد ايكونز. يبي الا هذا عندي الحين، خلينا نشيل هذا الحين. اسوي تشيك مره ثانيه زي نفس الفكره عشان تضيفون اكثر من ايتمز. ابلكيشن سايكل 3 تاتش بروفايل او تشيك مي اوت That's it. مني بعد قلت خلي ان الروت بيج يكون عندك البيج اللي تبي تروح لها، اذا كان عندك مثلا نافيجيشن تاب بار او شيء كذي تقدر تسوي من الاب ديليجيت. شكرا لمتابعتكم، كان معكم اخوكم يوسف الصالح.